هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي اللي حقق الفوز امبارح على منتخب إسواتيني بهدف نظيف سجله أسامة فيصل على استاد الإسكندرية، وده في إياب الدور الثاني بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 سنة، وبكده بيتأهل الفراعنة للدور الثالث في التصفيات، وهيلتقي منتخب زامبيا خلال شهر مارس المقبل بالمرحلة الأخيرة من التصفيات. عقد البرتغالي فريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبة أثناء التدريبات الجماعية اللي عملها الفريق على ملعب عبد اللطيف برجيلة بمقر النادي، وده استعدادا لمواجهة إنبي في مسابقة الدوري الممتاز. نجحت سارة سمير بطلة رفع الأثقال في كتابة تاريخ جديد بعد ما حققت 3 ذهبيات وثلاث أرقام قياسية جديدة في رفعة الخطف والكلين والمجموع، وخلال منافسات بطولة إفريقيا اللي بتنظمها مصر بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة. اقتنص الدولي المصري مصطفى محمد لاعب نانت نقطة التعادل لفريقه من فريق كليرمون فوت في المباراة اللي انتهت بنتيجة 1-1، ده امبارح ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري الفرنسي الموسم الحالي. وفي الدوري الإنجليزي حقق فريق مانشستر يونايتد فوز صعب على ويست هام يونايتد 1-0 خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وكمان حقق فريق أرسنال الفوز على فريق نوتنغهام فورست بخماسية نظيفة في المباراة اللي جمعتهم على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبكده بيواصل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة. وفي الدوري الإسباني اتعادل فريق ريال مدريد مع فريق جيرونا بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعت بينهم على ملعب سانتياغو برنابيو، ده كان معقل الفريق الملكي وضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري الإسباني. ونروح معاكم للدوري الألماني، وفريق يونيون برلين حقق الفوز على فريق بروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 2-1 في اللقاء اللي جمع الفرقتين ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الألماني. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية الجمانة علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر.